هايكم معنا في محكمة الأطفال. محكمة قولي معايا اليوم في هذه القضية هذه وغادي نفتتحوا هذه الجلسة اليوم ديال محكمة الأطفال ملف عدد 23-2023 وعندنا الضنين اللي هو أو يا منار. منار شكون في المطالبة ولا في المرافعة على منار؟ أنا معك الأستاذة ديزا. الأستاذة ديزا ومعنا المتهمة ساهرة من مراكش واللي غادي ترفع على ساهرة من مراكش هي لميا من مراكش. لميا الاستاذه لميا ديال ستاندار صباح الخير. صباح النور. بالنسبه للحق المطالبه بالحق المدني استاذه مروه صباح الخير. صباح النور. ناخذ معايا منار. صباح الخير منار. صباح الخير. كي صبحتي منار؟ لاباس مزيان. منار اليوم كتشكي لينا من 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 ماماك على كتغيري شي شويه بزاف. مناش كتغيري يا منار؟ خوتي. كتغيري من خوتك؟ شحال عندك ديال الخوت؟ عندي جوج، عندي اختي وعندي خويا. شحال عنده من عام؟ خويا عنده 13 عام واختي عندها برسك عندها 13 عام. عندها 13 عام. وشنو وشنو الحوايج اللي كدير ماماك مع خوتك وما كديرهمش معاك وانت كتجيك الغيره؟ اين قلت لها باش ندير شحال كتقول لي لا هما كتخليهم. اه وشنو هي هاد الحاجه اللي قالت لك هي لا هما كتخليهم؟ مثلا دابا الا كنت انا بوحدي في الدار كتقول لي ما كنقول لها خنخرج للجردة كتقول لي لا، والا كان خويا كتقول ليه اه. واحد انت باقا صغيره يمكن لا لا ماشي على هذا الشيء. الجردة تاعنا تاع الدار قدام. اه غير في الجردة ديال الدار. واخا واخا. ناخذ معنا المتهمه ساهره. صباح الخير ساهره. ساهره صباح الخير. صباح النور. هلا صباح النور. صباح الخير. انت لي المتهمه اليوم في محكمه الاطفال من طرف منار اللي شكات بك اليوم. علاش علاش كتخلي ولادك الاخرين يديروا اللي بغاو وهي كتقولي لها لا؟ باقي صغيره. باقي صغيره عماد، وانت كتشوف زعما الوقت ولا تخيبه، يعني خصك تحضي الدراري وصلات عندك. كلمه للدفاع المتهمه. انا متفقه مع البنيه. متفقه خصها تدخل. اسمحي لي الاستاذه، انت 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 كدافعي على المتهمه اللي هي. انا متفقه مع الام. البنيه باقا صغيره باش تخرج. خوتها كما قالت الاخت سمحوا لي على السيناريو، كان شويه كان شويه خلل في المداوله. اسمحوا لي. الاخت عندها 19 عام والوليد حتى هو عنده 13 عام، عارفين راسهم شنو كيديروا، ولكن هي باقا صغيره 10 سنين 10 درهم 10 سنين كخصها تجلس خصها تجلس لعبي في الدار مع مونيكا ديالها وتفرج شويه في التلفازه وتقرا كتيبات. انا بحكم انني قاضي ديال محكمه الاطفال ما اقتنعتش بالتدخل ديال الدفاع. ساهره خص تبدلي المحاميه ديالك. ناخذوا هيئه الدفاع ديال المشتكيه اللي هي منار. انا بالنسبه لي هي 10 سنين فهي كتقدر تميز بين الخطا والصائب في بعض الحالات، وهذا ما كيمنعش ان الام ديالها خصها هي تخرج معها باش تمشي تلعب في هذه الجرده وتحضيها عن بعد، او الاخوان ديالها اللي كيورمنا هما يتكلفوا بهذه الماموريه، خصوصا البنت اللي عندها 13 عام فهي كبيره راشده، فيمكن لها تخرج مع اختها وتحضيها وتخليها تلعب فين ما بغات. شكرا لهيئه الدفاع ديال منار. وغادي ناخذ نعطي كلمه للسيده ممثله الحق العام مروه. وشوف هو الغيره هو واحد الشعور اللي فطري في الانسان، يعني ما يمكنلاش تحاربه، ولكن خاص من طرفين، يعني الام تعرف علاش كاينه هذه الغيره، والطفله هي تعرف بلا هذوك راه خوتها راه ما خصهاش تغير منهم وتعرف ما لها وما عليها. المتهمه ساهره، شنو الكلمه الاخيره ديالك ساهره اللي كتقولي لبنتك اليوم بانها ما تبقاش تغير؟ انا كنعاملهم زعما بحال والله ما زعما ما ديرش في بيناتهم الفرق بحال واش يديك بيتي تحيد منها شي حاجه ولا غادي تدي الاقصاء لشي صبع، ما يمكنش راه بحال بحال بحال. واخا ناخذوا معنا المشتكيه منار. منار نعم. ني سمعتي شنو قالت ماماك دابا منار؟ قالت لك لا ما يمكنلاش تقسم بيناتكم وما كاينش هذا الشيء هذا، حيت انت غير حيت انت باقا صغيره، ما ملي غتكبري شويه تولي عندك 13 عام غتبدا تقول لك اه. واخا حوايج اخرين. اه حوايج اخرين. قولي لي كل شيء اليوم في محكمه الاطفال، شنو هما هاد الحوايج اخرين؟ دابا انت قلت لماما تعطيني التليفون كتقول لا ما كاينش، ولا جا خويا قال لها خمرة واحدة عطيني التليفون كتعطي لي، ولا هو دار شي حاجة كتسامح لي انا كتغلط عليا. مشكلة كبيرة هادي. ناخذ معايا مرة أخرى المتهمة ساهرة.
ساهر هذه القضيه ديال التليفون ما تقوليش هي باقه صغيره ولا غادي تخرج من الزنقه ولا غيوقع عليها شي حاجه وسط الدار ما كتبغيش تعطيها التليفون. عماد عندنا تليفون واحد هو اللي دابا منين كيدخل خوها اللي الاستاذ تيصيفط لهم بعض الخطرات شي تمرين في الواتساب ولا شي حاجه لم الاولويه. لا هو على حساب على حساب على حساب شنو هو داكشي اللي صيفط لهم الاستاذ في الواتساب كل على حساب. ايوا صافي. ولكن اسمحي لي تقدري تشرحي ليها بانها السبت والحد ما كاينش الاستاذ والاستاذ كل نهار الاستاذ كيصيفط في الواتساب كل نهار ساهره على حساب شفنا بعد الشيء اللي عندنا في على حساب ملف لجنه الضبيطه القضائيه انه الاستاذ ما كيصيفطش كل نهار. لا ما كيصيفطش كل نهار في الحقيقه. ايوا شنو كتقولي في هذه القضيه ديال ما كيصيفطش كل نهار؟ راه تاير انت تاخذ التليفون ماشي ما كتاخذوش غير هو الا دخل هو وقال لك عنده شي حاجه غيصاوبها الاولويه ليه هو الاستاذ هو الاول. متفق معك الاستاذ الاستاذ هو الاول استاذ صراحه الاستاذ هو الاول. واخا غادي نمشيو المداوله وغادي نرجعوا دابا واحد 10 ديال الثواني. ساهرة انت المثيلة امام محكمة الاطفال لصباح لشهد افهم وغادي نطلب الحكم لكل هاد الاسباب. المحكمة كتقضي هاد الصباح هذا بإدانة بإدانة ساهرة الام ديال منار لا يحيى العدل بجوج ديال الحوايج على حساب الفصل الفصل من الفصول 539 538 و 540 غنزيد واحد الفصل واحد اخر من قانون الجنائي للاطفال الحيز الجنائي خيبة من قانون الاطفال وكتحكم عليك المحكمة ساهرة اليوم أنك اليوم ما كتقراش البنت اليوم الأربعاء؟ لا كتقرا نص النهار لا شي ما كتقراش مع 12 ونص وأنت اللي كتجيبها مع 12 ونص أنا اللي كنجيبها أنك غادي تمشي تشري لها بيتزا اليوم أوووو مع 12 ونص تشري لها بيتزا مع 12 ونص وغتعطيها العشية التليفون تبقى تلعب فيه حتى تعيا وتردو لك لأن خوها الأستاذ ما غيصيفطش ليه الأربعاء في العشية الأربعاء وفين كيصيفط؟ صافي بخوميير صافي وغدا في الصباح اتصلوا لي بمنار الله يجازيكم باش نتاكدوا من هاد الاقوال صافي وهو عليه رفعت الجلسه شكرا شكرا لكم سلامه سلامه